اليوم إلى الوثبة يشهد مجال صناعة مواد العناية بالسيارات طفرة نوعية في عالمنا اليوم، حيث يعد هذا القطاع الصناعي من القطاعات الواعدة التي تعمل من أجل تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة جودة المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية. الإخوة كتصنيع عنوان الإرادة استطاعوا بفضل عزيمتهم وجهدهم أن يوفقوا في إنشاء مصنع لصناعة مواد العناية بالسيارات ببلادنا. نتابع. صناعة مواد العناية بالسيارات أحد القطاعات الأكثر تطوراً في السنوات الأخيرة، فقد تميزت بالتجدد المستمر والقدرة على استيعاب التطور التكنولوجي الذي شمل جميع مكونات السيارة لجعلها أداة للراحة والرفاهية والأمان. هاد الكلاسيول ولوديستيلي وهاد المواد يعني نتاع تاع الصناعة بدينا نخدمو، خدمت 40 سنة، خدمت لاسيدا سيلفيريك، خدمت ولادي كانوا يخدموا معايا، خدموا عندي، خدموا. من بعد كي خديت لا روتريت رجعوا هما يخدموا وحدهم، وانا خديت لا روتريت داو الخبرة عليا وتعلموا كي كانوا يخدموا معايا، ومن بعد رجعوا يخدموا وحدهم والحمد لله راهم يخدموا. خير الدين وثب وثبة طموحة في مجال صناعة مواد العناية بالسيارات، توارثها أبا عن جد، فحمل المشعل وقرر مواصلة الدرب من خلال توسيع المشروع. أنا في استمرارية، جدي هو اللي بدأ الأولاني، هو المؤسس، ومن بعد كي حبس خدا الروتريت تاعو بابا عاود خدا لافير تاع باباه، ودوك حنا كي بابا زاد حبس حنا عاودنا كملنا تما اون كالكو سورت اون ابري لو فلومبو تاعو. انا خدمنا انا نكملوا في الخدمه تاع بابا، بصح حنا جويه زدنا اون ايلاجي شويه لا غام تاعنا افيك بو دو موان اللي عندنا بينا نخدموا. بون ديجا كيما يقول لك عندنا ديجا الاسم، هو الصح الاسم معروف وكلش، بدينا نخدموا بالعقل بين الحق، يعني ما بديناش افيك اون غام كبيره، بدينا خدينا لا غام اللي كانت عنده، ومن بعد مع الوقت بدينا نخدموا ونطوروا ونزيدوا المنتوج ونزيدوا يعني انا ومازلنا نزيدوا نكبروا المنتوج، انا نزيدوا الخدامين، دخلنا نخدموا غير احنا الاخوه، ما جبناش خدام، جبنا خدام واحد، ومن بعد دوك عندنا انا سبعه خدامين. منتجات المصنع تستخدم على نطاق واسع في مجالات مختلفه كالتنظيف والصيانه من اجل زياده عمر المركبه. احنا نخدمو كيما البرودوي اونتريتي اوتوموبيل كيما الكلاسيول، الكلاسيول كعفاها كي نقولو كلاسيول هو يشد يعني يعني الموتور تاع الطوموبيل، لازم عندنا دي زاباري اللي نقدروا نحطوهم في المنتوج ونعرفوا لا كاليتي تاع البرودوي. ورانا هنا يعني صافي دوك رانا حنا كيما نقولو من الجد البابات والاب. عندنا هنايا هنا نشريو على دي فورنيسور يخدموا هنايا، سي دي زانديستريال كبار نخدموا معاهم، وهادو هما لانديستريال اللي نخدموا معاه خدم معاه بابا، ورانا نخدموا معاه حنايا، تسمى ميم لي فورنيسور اللي كان يخدم معاهم بابا حنا عاودنا خديناهم وانا نخدموا معاهم كلش، يعني نشريوه منايا نشريوه تسمى اون دوزيام مان. احنا ما نامبورتي والو، كلش من اللوكال، كلش وطني، كلش من البلاد، دونك نجيبوهم نخدموا معاهم. عندنا خدمه معاهم اكثر من 30 سنه، احنا نخدموا كيف دونك والانتاج تاعنا الحمد لله من قبل بدا يكبر، هما يكبروا معانا وحنا نكبروا معاهم، ومن نامبورتي والو كلش واش كاين في البلاد نخدموا معاه. دونك عندنا بزاف شركات ديريكتومون وانديريكتومون يخدموا معانا. منتجات ذات تصنيع محلي تطابق المعايير والمقاييس العالمية، تلبي طلبات واحتياجات وأذواق الزبائن، حيث يعمل المصنع على ضمان الجودة وتوفير المنتوج من خلال السهر على المراقبة المستمرة لسلاسل الإنتاج. وهي دي اللي نشريوها من هذوما حبي نقول لومباراج و تو سكي سون تو سكي انسوي، حبي نقول صناعة جزائرية 100%، وحنا ديجا منتجين، المنتج انا هو انا نخدمها كل جزائري، ما عنديش امبورطاسيون، ديجا راني نخدم يعني افيك كيما لي مويان اللي عندي لو بو دو مويان، وراني نحوس نصنع حاجه مليحه. انا جو مي باس سو لا كاليتي، سورتو لا كاليتي، لا كونتيتي ما نجيبش الحقس
بارابور لسباس اللي عندي، بصح راني جو مي باس سو لا كاليتي انايا. يتميز مصنع خير الدين وشركائه بريادته المبتكرة في قطاع صناعة مواد العناية بالسيارات، فبسواعد جزائرية استطاعوا أن يحققوا معادلة لا مستحيلة أمام كل جزائري طموح، مستفيدين من الخبرات لعمال ومهنيي المصنع الذين يعملون بإتقان لإرضاء الزبائن. الشيميسي ني با طول طون هنايا، حبي يقول يخدم يجي هنا سيدي كورسي كونسلتون، يجيو لعندي لهنايا يعمل لي فورمول ويروح، مي سا غيست يقعد لو سويفي معاه. خدمتي لهنا ماشينيس باردو لي في هذا لهنا لا ماشين ايوا رمبالاج، و لهنا تي خدمة عجبتني الخدمة لهنا، تعيش مشي متعوبة. تعلموا هنا في ما جبناش دي خدامين تما سبيسياليزي، هما دخلوا هنا حنا معنا تعلموا كيفاش و اي على حسب الخبره، بعد مع الخبره عندنا خدامين اللي عندهم 10 سنين 15 سنه، عندنا خدامين قدام عندنا. يمر المنتوج بمراحل عده اثناء التصنيع، يعمل ويراقب مختصون اكفاء يدركون مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. أنا مهمة تاعي الصباح نروح للفورنيسور تاعي نكوموندي البرودوي المواد الأولية ونجيبها لهنا ونعطي لي زورد للخدامين باش ينتجوا، وهذه العملية نعملها يعني كل يوم. أنا هنا مسير تاع توسكي برودكسيون، أنا نستكلف كي نجي الصباح ناخذ لي كوموند، المنتوج تاعنا كامل داخل في السيارات. عندنا الجلاسيول تاع المحرك، عندنا لاف جلاس، عندنا اللي ينقي البنوات، ينقي لاموكات، ينقي الجي 12 تاع المحرك، عندنا تاع الشامبو تاع لوطو، عندنا مام تاع التيسيو. هو الالوان ما فيهاش مهمه، اللون تاعو خاطر كاين هنا كاين السيارات اللي يدخلوا فيهم لوريجين زعما فيهم جلاسيول روز، الوغ هنا اللي يتبع لوريجين تاعو. انا مستكلف كل توسكي ديزاين تاع المنتوج، الاتيكات، الاشهار، مواقع التواصل في الانترنت، دونك انايا نجيري هاد كل هاد بمواد أولية جزائرية الصنع 100%. استطاع المصنع من إخراج منتج هيمن على سوق مواد الصيانة. المادة الأولية هو الماء تاعنا، نخدموا الماء تاع العين، نجيبوه نخدموا به، يجوز على ماشين ستاسيون، عندنا أوسموزور أوسموزور جوز ويخرج لو دي مينيراليزي، وبهذاك اللي نخدموا به المواد تاعنا كامل، خاطر من هو اللي نخدموا به، ونزيدوا حنا دي فورمي نخدموهم بيان سور، عندنا شيميست هو اللي مدنا هاد لي فورمول، ونخدموا لاف غلاس، نخدموا ليكيد ريفراديسمون، نخدموا النيتوايون، عندنا بليزيور ارتيكل من نوع من المنتوج. لي برودوي اللي راكم تشوفوا فيهم هنا كامل الماده الاوليه سي لو دي مينيراليزي، على هذه اللي باش المنتوج يكون يعني مام لو كان نقصوا له في المواد وكلش يكون لو دي مينيراليزي، معناتها ماء خالي من المعدنيات، يعني الميكانيزم تاع الطوموبيل ما يهردوش كامل. وحنا هذه علاش انا خصص لك على الماء المعدني، هذا الماء الخالي من المعدنيات يعني هو لا باز، يخدموا معنا لي زوبيتو، يخدموا معنا لي لابوراتوار، وتقدروا تروحوا تسقسيوا على المنتوج تاعنا، ايزون جامي بروبليم مع الودور. الوغ علاش نركز لك على الماء المعدني؟ بفضل الجوده وكذا احترام اجال التسليم في المواعيد المحدده. نراقب هذا البرودوي تاعنا، ساعات نكونترولي، ساعات عندي دي زاباري بور كونترولي مي برودوي. على كل حال البرودوي تاعي راه لك معروف شويه، عندي واحد نجم نقول لك 52 ولايه، راه لك ما نقولكش كامل الولايات، مي عندي يعني عندي كيما يقول لك معروف، عندي صدى في الـ في الـ في الولايات، وحنا ماذا بينا نغطيو التيتوا ناسيونال.
خير الدين ثقته كبيرة في مرافقة مشروعه من خلال طلبه لتوسعة أرضية المشروع، وهذا من أجل التماشي وطموحاته لزيادة قدرات التصنيع وسعة التخزين وتوفير مناصب شغل إضافية، ولما لا الولوج لعالم التصدير. حرقي تاعي يعني بصراحة ديجا الاسباس، انا عندنا بروبليم ديسباس هنايا. راك تشوف هنا رانا ديجا ماشي المحل تاعنا اولا، شو رانا الجيل الثالث والمحل ماهوش تاعنا. حنا نحب يقول عندنا عراقيل في لوساح، نحبوا نعملوا يونيزين تاع فيها ستوكاج، فيها برودكسيون، فيها لوساح اللي خلاني للضيق هذا اللي خلاني ما ننتج بزاف. ميم العمال ماذا بيا نزيد ندخل العمال باش يزيدوا يعاونوني ونوفر، عندي مخصوص يد عامله باش يخدموا لي وباش نوسع بصح البروبليم تاعي سي ليسباس، ما نجمش نكبر هنايا ان اسباس دو 400 متر، يعني واش تنجمي تخدمي فيه؟ وانا قلت لك انا جيل ثالث، انا في الخفاء هنايا، حنا الشركه تاع الخفاء، وانا ماذا بيا نقعد في هذه البلاد. بصح واش الدوله كانت تعاوني خاطر جو امبيسيو، راني نحب نوسع وراني نحب المنتوج يقعد 100%، وماذا بيا نكبر هذا المنتوج ومام بلو طار بالك ننجم بور ليكسبورتاسيون، اما دابيا نزيد نصدر هذا المنتوج هذايا. لو كان تعاونني يعني شويه تعاونني يعني الجهات المعنيه بالامر هذايا. الطموح هو طريق النجاح من خلال وضع خريطه طريق لتحقيق انجازات نوعيه وشامله من شانها تعزيز ازدهار التنميه والمستقبل الذي يتوقف على الاعتماد على تطوير الذات والإيمان بالقدرات. معظم رواد الأعمال يعملون بمفردهم في تطوير فكرتهم وتنفيذ مشاريعهم، لكن في النهاية سيدركون أن تنمية العمل تتطلب المزيد من التكاتف من أجل امتلاك القدرة الكافية للقيام بكل المهام المطلوبة في التسويق، التصنيع والتمويل، فضلاً عن تطوير الحلول. لذا العمل التجاري يتطلب تكوين فريق عمل ناجح مكون من أشخاص شغوفين محبين للعمل ومميزون في قطاعاتهم. ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.